اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره تانية. وصلنا لفقره دنيا الجمال النهارده في دنيا الجمال في تاني ايام العيد. حبينا ان احنا نتكلم عن طرق العنايه بالبشره والانواع المختلفه لحق الوجه. طبعا بتكتر المناسبات في الاعياد، حفلات الخطوبه والزفاف. حبينا طبعا نقول لكم كل ما هو جديد لاطلاله متميزه للعروسه. بصبح عليك يا دكتور كوسام طيب، وخلينا نتكلم يا دكتور في البدايه عن الطرق المختلفه للعنايه بالوجه. طبعا اكيد البشره المصريه لها انواع مختلفه وليها الوان بتميزها، خلينا نتكلم بشكل مبسط عن البشره الاول المصريه. الحقيقه البشره اساسا، كل سنه وانتم بخير وسلامه. البشره بنقدر نقسمها الحقيقه الى ست انواع. النوع الاول هي البشره الدهنيه. البشره الدهنيه تتميز بوجود خلايا دهنيه بنسبه عاليه، وميزه البشره دي انها ما تعجزش بسرعه، لكن عيبها ان هي ممكن مع لو ما تمش الاعتناء بيها بطريقه معينه ممكن تعمل حاجات كتيره زي اكزيما الدهنيه وزي حب الشباب وهكذا. النوع الثاني من البشره هي البشره الجافه. والبشره الجافه دي بتميز بان الخلايا الدهنيه فيها كميتها قليله، ودي بتكثر حصوصها في التعرض للشمس لفترات طويله. والبشره دي تتميز بانها بتتجعد بسرعه، ده عيب فيها. والحاجه الثانيه ان ممكن لو تعرض الانسان لفتره طويله جدا تتكون بعض القشور وتبتدي تتكون اكزيما الجفاف. النوع الثالث من البشره مزيد من الاثنين، بشره مركبه. بنلاقي ان مقدمه الراس زائد الانف زائد الشفه من اعلى دهنيه، بينما الخدين بنلاقيها بشره جافه، ودي من البشرات المستحبه. النوع الرابع من البشره اللي هي البشره الصبوحه، البشره الجميله اللي هي دايما تتميز بنعومه ودايما صافيه، ودي حلم كل فتاه وكل فتى ان يكون فيها. النوع الخامس البشره، البشره الحساسه اللي فيها الاوعيه الدمويه تحت الجلد بتبان بسرعه، فمجرد ما بتتعرض اي اكل اي ادويه او اي حاجه زي كده تبص تلاقي هذه البشره تتكون فيها بقع حمراء وتبقى مشكله. البشره السادسه اسوأ انواع البشره اللي هي البشره المختلطه اللي فيها بنلاقي هذه البشره الملطخه فيها خراريج ودمامل والتهابات موضعيه وندمات وبصور وهكذا. دول الست بشرات اللي احنا نقدر نتعامل بيها في كل انواع الجلد على مستوى الارض. بتحصل مجموعه من التغيرات بتصيب البشره او الوجه عامه بتجاعيد، وده يا دكتور الحقيقه بقى في الفتره اللي احنا فيها مش مرتبطه بتقدم السن او العمر، ولكن الحقيقه بيكون ليها اسباب كتير. فايه اسباب التغيرات اللي بتطرا فجاه على الوش وتخلي حتى مش عايزين نقول تجاعيد، في علامات حتى؟ لا، احنا لازم نتفق ان هي مرتبطه بتقدم السن، يعني كل واحد لما بيكبر في السن بتبتدي تظهر هذه العلامات، لكن في حاجات ثانيه تساعد. على سبيل المثال الناس اللي بتدخن، او الناس اللي بتتناول الكحوليات، او الانسان اللي بيشتغل 8 ساعات مش زي الانسان اللي بيشتغل 18 ساعه، او الانسان اللي اصيب بمرض قبل كده جاله ظهر جاله درن وحاجات زي كده هو جات له هذه الاصابات. فهي مجموعه عوامل داخله مع بعض. ما تنسيش الناس اللي بتعمل رجيم قاسي، ما تنسيش الناس اللي بتعمل عمليات في المعده وفي الامعاء وفي عندهم بعض الاضطرابات في المعده والامعاء، ما تنسيش كمان الاضطرابات اللي بتحصل في الدوره الشهريه في بعض السيدات. دي كلها مجموعه عوامل لو اتدخلت مع بعضها هتخلي مقدره الخلايا الدهنيه على انقسام تقل، هتخلي مقدره الخلايا العرقيه على انقسام تقل، هتساعد في ترسيب الدهون على جدار الاوعيه الدمويه، تبتدي تحصل تغيرات معينه في الخليه. ايضا المواد الكيميائيه اللي موجوده في النهايات العصبيه زي الاسيتايلكولين زي الادرينالين، كل هذه المواد تبتدي تقل وهكذا. في مجموعه هذه التغيرات هي اللي بتؤدي الى ظهور العلامات والتجاعيد بالنسبه للوجه. انت قلت يا دكتور البشره الصبوحه، عشان تبقى البشره صبوحه وما فيهاش علامات او تجاعيد او حتى بصور او حبوب نعمل ايه؟ لا، حاجات كتير جدا. في البدايه نهتم ونعرف اول نوع بشرتنا، وبعدين نستخدم الكريم المناسب لهذه البشره سواء كان حمض او قاعده او قلم. ايضا نبتدي نتعامل مع عدد مرات غسل الوجه، النوع المعين من البصور، ظهور اي انواع من الكريمات الملطفه الموجوده اللي احنا نستخدمها. كل دي عوامل. الاهتمام بالتغذيه بتاعتنا، التغذيه اللي فيها فيتامين الف او فيها فيتامين ج، الف اللي بيكون البشره، والج اللي هو بيغذي الاوعيه الدمويه وهكذا.
بالتأكيد في أنواع مختلفة من الميزوثيرابي للعلاج أو لحقن الوجه. البداية الحقن اللي احنا شايفينه ده البوتوكس اللي ظهر قدامنا على الشاشة اللي هي العلامات اللي موجودة في الجنب هنا اهو. نبتدي نحن هذه العلامات بهذه المادة، ده النوع الأول من الحقن اللي بنستخدمه، وعلى طول في خلال 3 أيام نبص نلاقي هذه العلامات اختلفت. لكن لينا تحفظين مهمين جدا. اول حاجة ان البوتوكس بيشتغل على العلامات الديناميك، يعني اللي انت لما تيجي تروح ابسط قورة زي ما شايف التعبيرات، مجرد ما اظهر هذه التعبيرات البوتوكس يشتغل عليها. لكن لو كان الوجه فيه هذه الخطوط والتعبيرات ولا تتأثر بحركة الوجه فهنا البوتوكس ما ينفعش، ينفع حاجة تانية من الحقن اللي هو حقن الفلاش. فاللي احنا شفناه في الاول على الشاشة وظهر قدامنا دلوقتي ده النوع الاول من الحقن عن طريق مادة البوتوكس. قبل ما ندخل على الانواع التانية يا دكتور، بالنسبة للبوتوكس ايه مميزاته وايه عيوبه، خصوصا ان حضرتك ذكرت ان هو متعلق بس بالتجاعيد او العلامات اللي بتظهر نتيجة تعبيرات او حركات الوجه المختلفة؟ بالظبط. انا يمكن برضه زي ما ظهر قدامنا على الشاشة ان دي سيدة بعد عملية الحقن بنقول لهم لازم تحرك وشها بالدم والفرد كذا مرة، دي نمرة واحد، تفرد وتقفل لمدة 3-4 ساعات. الحاجة التانية ما تقعدش ما تنامش لمدة 5 ساعات على الأقل. الحاجة التالتة حركة دائمة للعين، لأن البوتوكس إذا المريض نام بيؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا في كل أنحاء الوجه. فدي التحذيرات اللي بنديها والتعليمات اللي بنديها بعد عملية الحقن. الحقيقة عيب البوتوكس إنه مادة مكلفة، إنه ما بيقعدش غير 3 شهور إلى 6 شهور، إنه محتاج يتعمل دايما باستمرار. العيب الثاني ان ملهوش تاثير في الخطوط العميقه الاستاتيك اللي هي موجوده اساسا في الوجه. فبنضطر ندخل في النوع الثاني من الحقن اللي هو الحقن بالفيلرز. ايه الفرق يا دكتور بين الفيلرز والبوتوكس، وهل الفيلرز بيكون اقوى من البوتوكس في الفتره اللي بيتم فيها علاج الوجه يعني، ولا هو بيكون مؤقت ولا لا؟ هو كلها هو مؤقت. بس الفيلر اتجاه والبوتوكس اتجاه تاني. الفيلر بتدخل في الخطوط اللي موجوده في الخدين، الخدود اللي هو موجود الخدي الفكي، العلامات الموجوده في الذقن، الخدين لما يسقطوا ده بيبقى حقن عن طريق الفيلر. ده النوع التاني من الحقن. زي ما انت شايفه هنا انا بحقن بالفيلر في الاماكن الموجوده عند الخدين. والحقيقه انا ممكن استخدم انواع معينه من الحقن طبعا، وانواع معينه من الحقن او السرنجات او الاسنان. ايضا هنلاقي برضه يمكن حاجه تترد قدامنا دلوقتي، ان انا بحقن فيلر في مقدمه الراس في علامات لا تختفي بوجود هنا، هتلاقي الحاله دي انا بحقن هنا فيلر وليس بوتوكس، لان هذه الحاله في علامه موجوده في الوجه لا تختفي، هي اساسا موجوده ستاتيك. الانسان من غير ما يعبر علامات وجهه ونبص هذه العلامه موجوده، فمهما تحقن البوتوكس العلامه دي مش هتختفي. فهنا ده الحقن بالفيلرز زي ما انت شايف على جانبي الفم ممكن يكون، عند الاخدود الجانبي الايمن الايسر ممكن يكون، عند الخدين ممكن يكون، تحت الشفه او اعلى الشفه ممكن يكون موجود. ده الطريق الثاني من الحقن. الفيلرز دايما عشان نبقى عارفين الحقيقه احنا بنقسمه لثلاث انواع. في الفيلر الخفيف اللي هو النوع الاول، والمتوسط النوع الثاني، والثقيل اللي هو النوع الثالث، 1 2 3 او 24 27 30 على حسب الوزن الجزيئي بتاع ماده الفيلر. فالفيلر اللي موجود مثلا هنا بيبين قدامي انا بحقن الفيلر بيدخل تحت الجلد، هذا فيلر محقون داخل تحت الجلد بيبتدي يعمل هذا التجويف اللي موجود، وبعد كده يبتدي الجسم يتعامل معاه وياكله. الحقيقه الفيلر زي ما بقول لك هو ثلاث انواع، يعني اسفل العين اعمل نوع من الفيلر الخفيف اللي هو 1، الشفه اعمل الفيلر المتوسط اللي هو نوع 2، الخدين اعمل الفيلر 3 اللي هو نوع كبير. هنا الفيلر محقون تحت الجلد زي ما انت شايفها، انا بطلع بالابره وبحقن فبيبتدي يعمل تجمع موجود. ودايما نقول ان الهايبر كوريكشن يعني ان الجلد يتصلح بطريقه اكبر هو النوع الاحسن، ومع الاوقات الجسم بيتعامل مع هذا الفيلر وبتيجي يتعامل معاه وياكله وهكذا. دكتور، مع تطور التكنولوجي كان في كلام كتير جدا وابحاث كتيره جدا عن دور الخلايا الجذعيه في العديد من العلاجات المختلفه، ولكن الحقيقه هل الخلايا الجذعيه كان ليها بصمه في علاج تجاعيد الوجه او كل ما يتعلق بالتجميل، يعني هل اثبتت كفاءتها ولا لا؟ ده الطريق الثالث من الحقن، ان احنا بناخد عينه دم من جسم الانسان ونبتدي نركزها بجهاز معين عشان نفصل البلازما عن الدم. فبيتكون عندي ما يسمى بي ار بي اللي هو البليتلتس ريتش بلازما، او بيتكون عندي البي بي بي اللي هو البلازما بور البليتلتس بور بلازما.
هنا هذه البلازما بتحتوي على الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه باخدها واعيد حقنها من جديد. اعيد حقنها في كذا طريق، ممكن اعيد حقنها في الوجه ويبقى ليها تاثير عن طريق سبوحه الوجه وعن طريق نضاره الوجه وهكذا. ممكن احقنها في فروة الراس تساعد برضه في نشاط الشعر. تبقى مؤقته يا دكتور ولا دايما؟ هي بتبقى على عده جلسات، وطبعا هي تاثير الخلايا الجذعيه حتى هذه الوقت تحت البحث، لكن معظمه ثبت انه بيدي تاثير مباشر وبيستمر. وده الطريق الثالث من طرق الحقن، اللي هو الحقن عن طريق الخلايا الجذعيه بعينات من الدم تتاخد تتركز تفصل البلازما اللي فيها الخلايا الجذعيه يعاد حقنها في اماكن مختلفه. ده نوع من انواع الميوثيرابي. طبعا في الوش تدي نوع من انواع الحقن، في الشعر تدي نوع من انواع الشعر وهكذا. طيب انت يا دكتور الجا لحقن الدهون، ان انا اخد دهون من الجسم واحقن بيها اجزاء معينه من البشره او الوجه اللي بتظهر فيها علامات التجاعيد. ده النوع الرابع من الحقن الحقيقه اللي هو حقن الدهون. حقن الدهون ده الطريقه اللي تعتبر اكثر تقدما في كل الطرق. اولا لانها مش مؤقته زي البوتوكس والفيلرز والخلايا الجذعيه. الحاجه الثانيه ان هي بتقدر بتاخد دهون من داخل جسم الانسان تعيد تركيزها بطريقه معينه بحيث ان هذه الدهون تتركب بطريقه معينه وبعدين تعيد حقنها في العلامات الموجوده في الوجه. عاده انا بدخل في الوجه من سبع اماكن. انا بدخل من الخدين بابرتين عشان املى الخدود واملى اسفل العين، وادخل بابرتين من النيزوليبيال من جانبي الانف يبقوا اربع نقط، وبدخل بنقطتين من جانبي الفم للشفه العليا والسفلى والذات، والنقطه الاخيره بملى اللي فيها الجبهه اللي موجوده في فرد الراس. هذا النوع الحقيقه من الحقن يمكن زي ما هو باين انا باخد شفط عن طريق سرنجه من الطرق، والشفط ممكن يكون بكذا طريقه، ممكن يكون عن طريق اللي انا جايبه ده بانبوبه طويله اللي هو السرنج تكنيك، وممكن يكون عن طريق الليزر، وممكن يكون عن طريق شفاط عادي، وممكن يكون عن طريق الالترا ساوند. كلها طرق مختلفه بيتم حقن الدهون زي ما انت شايفه كده موجوده في الانبوبه، وبعدين بيتم تركيز الدهون دي بان بخفف الدهون من سرنجه كبيره 60 سم لسرنجه صغيره 10 سم، وبعدين ارجع اخفف الدهون من سرنجه 10 سم لسرنجه 10 سم، بيبقى يكون عندي الدهون كانه امولسفايد، كانه سائل بس ليه كثافه الدهون، وابتدي احقنه. الحقيقه يا استاذه انا اللي عايز اقوله ان هنا مرهون التركيز طبعا اللي انا شايفه من سرنجه لسرنجه وهكذا، ببتدي اتعامل مع الدهون بحيث ان انا اخفف كل الكميه اللي موجوده جواها. الحقيقه هنا الدهون تقدر تقولي ان هو اولا من جسم الانسان لجسم الانسان دي ميزه. الحاجه الثانيه بياخد فتره زمنيه اطول دي ميزه ثانيه. الحاجه الثالثه ان الدهون الباحنه كلها خلايا جذعيه. ما هي كلها بلازما وكلها ستيم سيلز، فهي بالتالي وعشان كده هذه الطريقه احدثت ثوره كبيره في العلاج. اللي بيفكر ان هو يعمل حقن يفضل معاه فتره طويله بيكون الحقن عن طريق هذه الدهون، وطبعا ما نقدرش نقارن بين حاجه بتقعد ثلاث شهور او ست شهور وبين حاجه ممكن تستمر فترات اطول وممكن الانسان ما يعملهاش طول عمره الا مره واحده. زي ما انت شايفه ان ممكن اللي ظاهر قدامي ان احنا بناخد الدهون وبنحاول نخففها بطريقه معينه، وبعد ذلك هيتم حقن الدهون بالنسبه للواجه اللي موجود قدامنا بطريقه ثانيه من الطرق. يمكن برضو الحقيقه لما هنيجي نبص على الدم دلوقتي هنلاقي قدامنا ان هنبتدي عمليه الحقن بالنسبه للوجه. هنا الشخص ده بنبتدي نحقن في جانبي الوجه بابره صغيره، ودي من العمليات السهله جدا اللي ما فيش اي تدخل جراحي. زي ما انت شايفه هنا الدخول في جانبي الانف وابره بسيطه وبتقدري تاخدي المكان اللي فيه الدهون بالناحيه اليمين وايضا الناحيه الشمال وهكذا. زي ما قلت لك احنا بندخل من خلال سبع نقط. زي ما انت شايفه هي عمليه سهله ما فيهاش خياطه. المريض بيستفاد بحقن الدهون من كل اماكن مختلفه من جسمه في نفس الوقت. تفضل يا دكتور مستمره ولا بيحتاج ان هو يجددها كل فتره؟ الحقيقه يا استاذه ان لو اجريت بطريقه سليمه انت المفروض بتحقني دهون تعوض الدهون اللي اتحرقت في الفتره الزمنيه. انا المفروض ان انا عندي 40 سنه واجريت هذه العمليه، المفروض ان هذه الدهون لو اجريت بطريقه سليمه تقعد معايا فتره زمنيه لنفس الفتره الزمنيه الموجوده. سريعا يا دكتور في دقيقه، الاجهزه اللي انتشرت دلوقتي في محلات الكوافيرات والتجميل والمتعلقه بتفتيح البشره وتطويل الشعر وحاجات كتيره يعني. لا الحقيقه لا، يعني لابد ان يكون الكلام ده مقنن وتحت تاثير طبعا اشراف وزاره الصحه. للاسف احنا بنسمع عن كلام غريب جدا، واحنا بنشوف في عياداتنا الاثار الجانبيه السيئه لمثل هذه الاشياء. يعني بتجي لك واحده محروقه في وشها او محروقه في شعرها،
نتيجة أي تعامل بأي مواد كيميائية بطريقة مختلفة أو شيء من الأشياء ده طبعا يؤدي إلى تغيرات رهيبة جدا وتبقى مشاكل كبيرة جدا. هذا الكلام غير مقنن، وأعتقد أن دلوقتي الشعب المصري ابتدى يبقى واعي وابتدى يفهم إيه الصح وإيه الغلط وابتدى تستوعب. وكل سنة وانت طيبين. وانت طيب يا دكتور، بألف صحة وسلامة. طبعا هنتكلم المرة الجاية، اتفقنا عن انتفاخات الجفون ان شاء الله بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا، ومشاهدينا الكرام الأسبوع الجاي ان شاء الله في دنيا جميلة هنتكلم عن انتفاخات الجفون. ولكن فقرات النهاردة صباح الخير يا مصر مستمرة معاكم من حديقة الأزهر، خليكم معنا وتابعونا، وكل سنة وحضراتكم بألف خير.